السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول ايه هو الفور دي في البيم؟ انا كنت بتكلم عن الجزء دوت في الكورس بتاع الكوردينيشن، وكانت الاجابة انه مستخدم في عمل الجدول الزمني للمشروع، واننا بنعمله بنفس وركس وبرامج اخرى زي سينكرو. وهو قعد 14 شهر اشتغل في الفور دي، وبعدها اشتغلت كذا مشروع في المجال ده، ومفيش مرة كان هدف منه عمل جدول زمني للمشروع. هو اكيد طبعا للاسف احنا كل ده بنفكر ان الفور دي بيعملها جدول زمني للمشروع، والحقيقه بتقول ان جدول الزمن المشروع بيكون معمول برامج كتيره زي البرامافيرا او اي حاجه تبع قسم اداره المشاريع. يبقى ايه فايده الفور دي في البيم؟ سؤال بيطرح نفسه، ولو فايده تانية اهم واكبر من انه بيعمل الجدول الزمني للمشروع. والعلم اشتغلت في اكتر من 4 مشاريع 4D، مفيش مره بدات الجدول الزمني على البرنامج، ومفيش مره كان الهدف اننا نطلع الجدول الزمني او نعمل محاكاه بس للمشروع. يا ريت تقولوا اهميه الفور دي في البيم. طيب، سؤال جميل. فعلا في ناس بتعتقد ان احنا بنعمل جدول زمني. لا ابدا، يعني انا مفيش ولا مره قلت ان احنا نعمل الجدول الزمني. انا بربط الجدول الزمني اللي في قسم بيعمله بالموديل بتاعي، تمام؟ فايدته ايه؟ فايدته حاجات كتيره جدا، اهمها ان انا بعمل فيجواليزيشن او بعمل اظهار او بعمل رؤيه للكلام اللي موجود في البرامافيرا او اس ام بروجكت او اي برنامج من البرامج الاخرى اللي شغاله في البلاننج وهكذا، تمام. انا كنت شغال في قسم البلاننج في شركه يو سي، ودي اكبر شركه مقاولات في قطر، وكان بنعمل في قسم كده، او انا كنت شغال مع الناس اللي هي بتعمل الجدول الزمني للمشروع، بنبدا نحدد كل حاجه هتاخد وقت قد ايه. بس الشكل اللي كان بيظهر، تمام، ما كانش مفهوم غير للناس بتوع البلاننج، تمام. يعني لما تديها لمهندس معماري او انشائي او ميكانيكا او كهرباء مش دارس القصه ديت، ما بيبقاش فاهمها، بيبقى شايف طلاسم، تمام. ده لا مش تقليل من شأن حد او حاجه، بس هي الفكره كلها انها مكتوبه بلغه معينه، زي لما ادي لاي حد لوحه معماريه، تمام، او انشائيه، ما بقاش فاهم الشكل المخطط او قادر يستوعبه، لما يشوف ال 3 دي بيتخيله بشكل افضل. فال 4 دي بيخليني اتخيل الحاجه بشكل ادق، بشكل اقوى، تمام. نفس وركس ضعيف في ال 4 دي، قوي في بعض الحاجات بس ضعيف في بعض الحاجات، ودي اهميه ان انت تبقى خبره في الكوردينيشن، خبره في البين مانجمنت، ان انت فاهم عندك ادوات كتيره. المره دي هستخدم الاداه دي، المره دي هستخدم الاداه دي، ممكن مثلا في برنامج بيعمل لي حاجه معينه، يعني ممكن اعمل برنامج مثلا اعمل ببرنامج معين جزء معين، لكن في جزئيه معينه بتطلع بشكل افضل ببرنامج اخر، مثلا التسليح ممكن تعمله ببرنامج اخر وهكذا. فانت بيبقى عندك النولج الكافيه ان انت تستخدم الادوات بتاعتك، زي لما واحد صنايعي بيبقى عنده كذا اداه، مره يستخدم شاكوش، مره يستخدم مفك، مره يستخدم زراديه وهكذا. فانت بتبدا تشوف ايه اللي انت محتاجه. الفيجواليزيشن ده بيخلينا كلنا متخيلين شكل المشروع، بتخيل فيه كلاشات في الفور دي. يعني ايه كلاشات في الفور دي؟ يعني مفيش حاجه خبطه في حاجه، بس في حاجه اسمها ان دي هتحصل قبل دي، والصح انها تحصل بعد دي مش قبل دي. يعني ما ينفعش ابني المبنى، ابني الغرفه وبعد كده في مكنه اكبر من الباب هتدخل، لا، ده انا ممكن ادخل المكنه وبعد كده ابني الجزء دوت. لو المكنه ما ينفعش انها تتفك اجزاء وتدخل، تمام. كان جوح مره قاعد في وليمه، وكان قاعد سرحان في الستاره، بيقول لهم انا مش عارف الستاره الكبيره دي دخلت ازاي من الباب الصغير دوت. فهي الفكره كلها ان انت بتتخيل ترتيب الحاجات. ممكن تكتشف مثلا كبلانر ان في شغل كتير بيحصل في نفس الوقت ومتعارضين مع بعض، او تكتشف لما تشوف في الفور دي ان في جزء ما فيهوش شغل، تمام. لا ده انا ممكن اعمل مثلا شغل المحاره تحت، والناس بتعمل مثلا شغل الميكانيكا في دور تاني. يعني تقدر تقلل الوقت الراحه او وقت ان انا مستني حاجه تانية، ده بيشتغل في الدور ده بيعمل حاجه، وفي الدور التاني واحد تاني شغال في حاجه تانية وهكذا، بحيث ان ما يبقاش في عمال عاطلين. فمن ناحيه ان هو ليه فوائد كتيره في الفور دي، ليه فوائد كتيره جدا. واحنا اثناء واحنا شغالين بنبدا نبتكر حاجات، بنبدا نشوف حاجات. هي الفكره كلها الناس الفرق كبير بين النظري وبين العملي، تمام. ومشكله ان الحاجات دي مش ليها منهج معين. بنحاول في بيم اريبيا نقدم منهج كويس، خبره عمليه ليا والناس افضل مني، بحيث الناس كلها تستوعب الفكره وتبقى سهله وبسيطه ومفهومه والناس تبدا تشتغل بيها. بنحاول ان انا بحاول اعمل مشروع حقيقي اكتر مره على قدر الامكان، لان اغلب المشاريع اللي انا شغال فيها للاسف فيها جزء من
السرية لطبيعة المشروع، تمام؟ يعني بتبقى في حاجات خاصة مع الدولة وكده، فبيبقى صعب انها تتسجل وكده. بس لو في مشروع جه كده صغير فيلا وقدرت تاخد الموافقة، هتلاقيني سجلت كله وكل الخطوات اللي احنا بنعملها، وهتلاقي ان هو بيختلف عن الشرح التقليدي، ان في تركات بتحصل، تركات بتحصل، ان لا انا بعمل حاجة تانية غير الطبيعي، بحيث ان انا مثلا على سبيل المثال عشان الناس بس يبقى الفكرة واصلة لها، ان انا مش لازم كل الشغل يطلع ال او دي 400، في اجزاء معينة بتفق معاه من قبل ما ابدأ المشروع ان الحاجات دي هتديلك ال او دي 200، ما دام مش هتأثر على التسليم النهائي للمشروع ولا هتفرق معاك، تمام؟ فليه ابذل في جهد فيها وهكذا، تمام؟ في كليشيهات مثلا بنتفق إن مع بعض، يعني احنا كلنا الحمد لله فاهمين الفكره، فبنتفق ان الكليشيهات دي عديها لانها مش هتاثر في الموقع. يعني لما عمود يبقى خابط في فلور، دي غلطه في الريفت مش هتاثر في سير المشروع، فطنشها، تفرق حاجه بسيطه في الحصر فطنشها. في قلب الفور دي بتلاقي حاجات ال او دي 100 و200 و300، ما بقتش رسمي قوي، يعني ما طلعش بيها كود رسمي، بس هي تقدر تقول وايت بيبر، بنبدأ نشوف ايه درجة التفصيل اللي انت عايزها. يعني انت عايز كل حتة بتتحط، ولا انت عايز حاجة مجملة للمشروع، يعني عايز كل الفلور بتاع الدور كله يتحط، ولا انت الفلور بتاعك هتصب على كذا دور على كذا يوم، فعايز كل يوم تقول لي هيصب فيه ايه الحاجات بالظبط. فدي بتفرق، يعني درجة التفاصيل دي بتفرق، تمام؟ اتمنى الصورة تكون واضحة.